يعطيكم العافية معلمين. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. أول شيء صح اليوم الجمعة، جمعة مباركة. جمعة مباركة عليك وعليك حبيبي حبيبي. أهلا وسهلا أبو عمو. أبو عمو تعليقات عليها كثير من الدور اللي فات. أبو عمو عمو أبو خالته. رجعنا لكم بفيديو جديد في بارت 2 الجزء الثاني على طول باللهجة المصرية على طول يا عالم. ايه ابو عمو جاهزين؟ احنا المرة اللي فاتت انا اللي فزت وجبت 10 من 10. فش النهاردة حط عليك. لا اليوم التحدي ضدك اصلا. انت المرة الماضية عاملين اصول مصرية وجايب كل الكلام. والله فزت. اليوم نشوف. اليوم نشوف. كلكم خسرتوا، كلكم خسرتوا، ما حدش فاز لكم مصري. انا في اليوم محضر لك كلمات، اشي اسكندراني على اشي قديم مصري قديم على اشي عامي مصري. هاي دقني. وعشان كلمات مصرية. انا قديم من ايام ما بحضر الافلام الابيض واسود من اسماعيل ياسين. ركزت علي انا. طب بص بص بص. صح هو تحدي اللهجة المصرية. طيب بتكلموا فلسطيني ليه؟ لا ماليش انا بقى. حكوا عنك الصعيدي 100% بتتكلموا فلسطيني ليه؟ اخويا الصعيد احنا بنتكلموا مصري اهو. انا ما بعرفش احكيها كامل. لا 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 انا بكمل زي ما انتوا، انتوا احكوا مصري احكوا طبعا على طول. اسالوني مفردات بقول لك هذه مثلا يلا. النهارده فيديو طرش طرش يا جدعان، عايزينكم تتفاعلوا معايا. ايه يلا يلا بينا نبدا من الكبير ولا الكبير؟ نبدا من الكبير دلوقتي مش الحين. ودلوقتي نبدا من الكبير ولا الصغير يا جدعان؟ من الصغير. من الصغير. لا احنا حاطين عليك. لا كلنا كبير. وانت بتقول قبل 10 من 10 وما عايز. جاهز؟ يلا جاهز. انا جاهز واثقه من نفسيها. بدنا في اللهجه الاسكندراني. الاسكندرية يلا ايش يعني؟ ها عصعوص. عصعوص انتوا اكتبوا قبل ما هو يجاوبها اكتبوا عندكم تحت التعليقات. كمان بالفلسطيني عصعوص. عصعوص 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 يعني قصدك ولد رفيق؟ لا طب جيبها في جملة مش عارف. هي أكلة بيعملوها أكلة. حاول السؤال عفتون؟ ايش؟ مش عارف. سبع عصفور؟ عصعوص صلصه؟ لا بحكي لك اخر الجاموسه، اخر حاجه العظمه الاخيره اللي صح. في اخر فقرات ظهر الجاموس. عصعوص اخر فقرات ظهر الجاموس. وعندنا كمان عندنا غزه بيسموا العصعوص كمان. ايش يا ابو عمو؟ واحسن متحمس وما فيش زي يا ابو عمو. عايزين شكل في عند العصعوص. ابو البراء محسود. بس على فكره ايوه على فكره إيه؟ كلمتك غلط. اليوم الشيخ جمع في الجامع مش حضرناها ايش قال عنها اللي بتضل من جزء من الانسان اخره اسمها بقوله في المصري طول بالك اسمها الخرزه صح؟ الخرزه قال الخرزه احنا بنحكي عن الجاموس على الجاموس ولا جاموس كلهم الله خلقهم غلط ما في شيء بدا التعصب بدا في تعصب عيب ها الانسان خرزه لا اعطينا واحدة جديدة لا يقبل يا باشا ماشي ماشي نرجع للفار الفار بقول غلط واحدة جديدة لا 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 ايش يعني؟ ها خرقة خرقة شريطة شريطة احنا بنسميها شريطة بس انتوا احكم صح ولا غلط صح 100% لازم تشرحي له احنا بنحكي للمقابل الها بلغة الزاوية لا وفي عندنا دربالك ناس خرقة من اهل رفح بقولوا عنها خرقة عشان هيك وعي هي احنا بنسميها شريطة والله جابها طيب مين الثاني؟ كلمة ثانية مع امي عايزين نختبر المهارات كلمة ثانية عصبان عصبان؟ اه كبر عثمان لا عثمان مين عثمان؟ عصبان؟ اه بالثاء ولا الصاء؟ صاء 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 لبس؟ ايه؟ لبس؟ أكلة هي أكلة؟ أكلة العصبان زي المنبار يعني زي المصاريين المحشية بتكون صح؟ شفتها مرة فيلم أو مسلسل عصبان صح؟ عصبان أنا بيحكوا لها منبار بس يمكن هي بالإسكندراني عصبان إسكندراني إيش معناها؟ عصبان معناها مع الجاموس المحشي شفت بسموها منبار في مصر عشان هيك انا ما بعرفش انا فيها والله ذاتي اكلتها مره من المصريين بتجنن الحين مع براء شو هالحين دلوقتي بتسالني دلوقتي مع براء ماشي يا اخوي ايش يعني
أرملي 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 حطها في الجملة. أبو البراء سمعتها كثير في بتيجي في الأمثال. إيش بيقول في مثل مصري؟ صلي صلي واللي ما بيصلي أبوه أرملي. أبوه أرملي أبوه أرملي بعرفش معناها يعني هيك بس سمعتها كثير يعني أصوله من أي دولة؟ ألمانيا الأرمينيا أيوه أرمني أرميني أرميني يعني أرمينيا يلا أخويا حمو الجوب ملك البوب ومش عارف ايش وفطون هاك في الجيم يعني اسكندراني صح صح يلا عايزين نشوف شطار ايش يعني جيها جاهز سهلة الجيها الجيها الواد ده من الجيها دي جيها جيها منطقة من المنطقة الجيهة. من الجهة اللي هناك احنا بنسميها برضو استنى عشان انت بتعرف المتابعين لهجتنا الفلسطينية جهة احنا عندنا هي جهة جهة يعني منطقة نفس المعنى قريبة منها هالحين دور هلوك دورك انت ليه لا انت دورك انا بدي اسألك انت ما سألتش اعطيني ابوي اسكندراني لازم لو سمحت يلا ورجينا شطارتك كلمة اسكندراني ماشي اديني ابوي اديني ابوي صار اصحاب اسكندراني اللهم صل على سيدنا محمد مش كاتب بش كاتب بش كاتب نعم مش كاتب مش هكتب بش هذيك مش كاتب بش كاتب بش كاتب من الكتابة أظن بش من الكتابة لها علاقة بالكتابة بش يعني بش مهندس بش كاتب كاتب بكتب الكتاب الكتاب الكاتب مش يعني بش زي بش مهندس يعني بعلم المقام ايه تعلم المقام يعني كبير الكتاب كبير الكتاب ايوه رئيس قسم الكتاب هاي كلمة اسكندرانية مصرية مصر احنا ما بنقول اسكندراني هو يعني كله بحكيها الحين دلوقتي 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 دور لين انا لين معنا ام كلالة شغلي لي انا مش عشانك دايما ضدها جيبيها كلمة صعبة نجيب لها واحد سهل ايش يعني ازوزة سهلة سهلة ازوزة 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 مش ازوزة لا ازوزة 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 في اغنية مصرية زيك اشرب ازوزة ازوزة انا كولا الكولا حاجة ساعة المشاريب الباردة حاجة ساعة الحاجة الساعة زي الكولا اشرب ازوزة جعلك ابوي خلي بالك مني اسرع من انا النهاردة انت ايوه انا على السريع في ثانية في ثانية عايزين نحط دمكم لساتنا في الكلمات الاسكندراني ايوه اوه ايوه علموهم يلا ايوه عشان ما تطلعوا أيوة. بالشعر هات يلا في ثانية في ثانية الا ثانية ثانية الا ثانية تعلمنا من قبل ايش يعني اسبتاليا 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 هو بالانجليزي هوسبيتال مستشفى اسبتاليا كيف جابها؟ كيف جبتها؟ انا احكي لكم السر ابو البراء كل ليله بسهر مع ناس اسكندرانيه من هنا صغيره لا هذا عمره مسلسلات اسبتاليا راح اسبتاليا بكره عازمينه يلا اسكندراني كمان يا جماعه عشان تعرفوا السر صار يعرف ناس هنا اسكندرانيه من الجيران ومن المنطقه وبيسهر معهم كل ليلة وبكرة إيش عزمينه عفطور اسكندراني أصيل عفطور اسكندراني بقول لي فول وفلافل وجبنة قديمة وكل له مكتر إيه زيت فلفل يلا الحين دور مين دلوقتي دلوقتي يا أخواني يلا عند أمك عند أمك حوالي إيش يعني ست الكل شطلاوي 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 سمعتها بس مش انا ما سمعتهاش شطلاوي اللي بكتب ايده اليسار صح صح بستخدم ايده الشمال اللي بكتب احنا بنحكي عنه شمال احنا بنحكي عنه ام الناخذ التوب هالحين دير بالك انا ولا غلطه ام ما غلطتش انا ماشي تعال انا غلطه ظلم لا انت غلطت اول واحدة لا تعال اكتبوا لنا في التعليقات انا اللي فايزه ولا ما غلطتش يلا مع برا نزلايا انت حاطط الضيق لا نزلايا جاوبتها لي خلص اهدي لسه بده يحط بجمله يلا نزلايا عكسها عكسها لين حكيت لك دحلة عكسها عكسها عكس نزلايا طلعايا 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 صح اي شاب عيني عليك يا محمد يلا يا محمد سلام وكلنا نحكيها في ربحة الزقطين في كلمات على فكرة كتير تشبه كلماتنا الفلسطينية يعني كل شبيهة منها محمد نعطيك واحدة سهلة نقول يا عم قلبنا بالسلم ايش يعني بسطة بسطة
سهلة وسطة. ايش وسطة؟ ايش وسطة؟ ستة ستة. ايش كانت تحكي؟ طلع الفرن على البسطة. طلع الفرن على البسطة. ايش البسطة؟ المكان الذي يوضع عليه الحاجيات وهو قصير عبارة عن طاولة قصيرة يحط عليها الحاجيات. لا لا بسطة فوق الفرن يا راجل. لا لا على السلم هذه قصدي. لا بسطة البيت الدار كانت امك تحكيها كثير. عتبت البيت. عتبت البيت البسطة. مين اللي على السلم هذه البسطة اللي هي؟ بسطة الدار كانت تحكي. يعني ايش كانها بسطة؟ بسطة. بسطة اللي هي العتبة. هي برضه كلمة فلسطينية عنا. لين؟ ولا بدك تسألني؟ لا. وأنا يلا لين. مع لين. لين ايش يعني؟ دمعة. ايه؟ دمعة. دمعة. الناس برضه بيقرا الكلمات. هاي اللي هنا. دمعة. لا مش دمعة مش ربك دمعة في الطبخ وعندنا برضو بيحكوها كتير عندنا من أهل غزة بيحكوها في مناطق على فكرة في مناطق المصريين كلهم اللي بيتابعوا أكيد عرفوا معناها عندنا كتير مناطق بغزة بيحكوها طبخة قربت يا محمد طبخة زي السبانة خير لا في الطبيخ لما يسبقوا الطبيخ إيش بحطوا له الدمعة إيش الدمعة إيش بحطوا الدمعة شوط الدجاج لا الحمرة الحمرا صلصه تسبيك الصلصه الحمراء بتعرفش دمعه هي دمعه مش دمعه 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 وعندنا بقول عندنا اياها فلسطينيه عندنا ناس كانت في غزه بقول عنها دمعه كلمات اسكندرانيه قلت المنوره دمعه اول مره اسمعها هو نفس الشارع الرشيد هالحين دور مين تلخبطت انا دورك يا انس دورك يا انس اعطيني اجيب لك كلمه بس مش كلمه اسكندراني ما أعرفش كثير كلمات اسكندراني غير لما يمرقوا علي طيب ماشي كلمة هاي مرت علي واستغربت فيها واحدة أعطتني إياها بطن بطن؟ آه بطن؟ بطن لا بطن مين؟ هلقيتها كلكم أكتبوا بالتعليقات اللي حيعرفها هو عن جد نحكي عنه متقن اللهجة المصرية يلا نشوف شطارتك تقوم بطن؟ بطن 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 ايه ليه هذا الصوت؟ لا غشو حشو حشو تي شيء غشو شكله معاه اصلا الكلمة بده يغشها طلع بالجوال لا ما تجاوبش سهل محدش فيكم عم يستخدموها في البنا وهم ببنوا الاسمنت حسمة قربت ايوه شيد رمل حكى مع بعض هن بيجوا مع بعض كل هن الخلطة تاعت الاسمنت شو الاسمنت شو انا مرت علي بطن خلطه الاسمنت صح خلطه الاسمنت انا اليوم مش مظبط خالص طلع بيعرفك اياها طلع بيعرفش في المصري وتنهار بس يعمل لك الحركات تاعي والله صعبه هذه الكلمه مش عارفه شو مش عارفه والله لا والله صعبه انت برضه شو حط علي انا مش حاطه عليك ما في حد يعرف حاطه الشمال انا بساله ايوه ناصيه ناحيه غلط ناصيات ال هو ايه السؤال هيتك جاوبتي له اياه شو الله يحكينا ليه المصريه بامتياز على الناصيه المصري ما حجاي المفترق اللي هناك مين الشارع الناصيه اخر الشارع صلي الفجر في الجامع على اللي هي قرنه الشارع طب الحين ندخل كلمه مصريه قديمه هيك خلصنا الاسكندراني بكفي اسكندراني طيب وهالحين نخش لكم على كلمات مصريه قديمه نصكم مش هيعرف يعني اللي بيعرف يكتب رسم كلمات صعب شايف انت كيف تتحدى المصريين انت بتتحدى ما يمكن يلقى كلمات شوف التعليقات كلهم بيعرفوا تحدي لا اكيد بيعرفوا يلا يا اللي بيتابعونا ممتازين طب يلا عندي اجا دوري يلا يا ابوي يلا يا ابوي اول كلمه معنا وترو وترو نوفي نوفي زي نوتي لا 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 نوفي والله لا مازن عندنا هذه الكلمه على فكره نوفي ايوه جديد صح هذه كلمه فلسطينيه كمان عندنا يا انا قريتها على اسم محل في اسكندريه مكتوب نوفي دي حاجه بغزه كنا نحكي جديد نوفي جديد نوفي ايوه نوفي طيب جبتها ولا غلط طب نعطيك اكل يا امك حكيت لك شوي حميلي عليه ما ينفعش هيك انا لسه فايزه عليك طب هذه الاكل نسيبها لابوي خلاص ايش يعني يما برش أكلة يعني؟ بورش بورش لا مش أكلة طب أنا فين لأن حكينا إحنا رفعنا أنا علي الأكلات سهل يما بورش بورش إيش بورش؟ هذه لأبوك الكلمة بورش عرفتها إيش؟ أقول؟ قول أقول؟ قول سرير لا
السرير تاع الجيش سرير واحد ماليش في السجن. احلى شيء فيك تدخل بقلب قوي ناصح نفسه الناس جاوب عني وانا ما حكيتوش اصلا يجاوب وجاوب غلط ووترني بدك تشيل عنه واحد يعني لا ثاني لا 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 وترني ما سالب واحد لا تاع الجيش اسمع هو دير بالك وترني وانا كنت بدي اجاوب وراحت مني ابوي سالب واحد سجله عنده سجل يا تريك انا هي قالت جاوب لا 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 وتلتغي عني طب نسيتها ما تلتغيش عليها اعطيها يلا خليها تجاوب انا جاوب انا توترت طب نبدل لك السؤال لا ليش تبدل زي ما بدلت لك بالاول يلا ماني دخلت بس تقول انه قصه رجع الظهر سالب واحد يعني السؤال بورش بقعه على اواعي بقعه الوساخه طبيعه الحين مباراه مكره مين مكره انا انت حبيبي وابني يعني ف أمك واحد أمك فيش اسألها وانت بتطلع في الكاميرا ولا كأنك شايفها ماليش دخل كلمة وبنستخدمها عندنا في فلسطين إمبو إمبو مية وقول اسألني ليك أنا يا خالي هذا السؤال البيبي مش بيكي شربين إمبو يعني هالحين ما برا بنت الشيء ماشي سك سكر قصدا سك اسكت الباب في اطبق سكره ايوه اغلق سكره اغلق ابو براء في فيلم ايش اسمه سكي على ايش؟ سكي على بناتك صح؟ سكر على بناتك هاي مع محمد انا جبت صح اللي احنا نسيت عايزين حاجه نضيفه شو يلا شو نضيف؟ اخويا 11 اللي ما بيهزر عطيلي بطح شطح الباب لا شو شطح بطحه اللي عن لعبة مكاسرة وقع أسقطه أرضا لا أسقطه أرضا بطحه يا راجل بطح ضربه في راسه عوره في دماغه بطحه هذيك لا بطح احنا عينا اياها بطح يعني وقع بكون يتضرب في البيت وقع على الأرض ليه؟ ايش يعني؟ أبح أبح فاضي أبح اقروا اكتبوا تعليقات عشان انا افهم هاي الكلمات مصريه قديمه هو ايه اذا كلمات صعبه طب اعترفوا بذلك لا هم في منهم صعبين مش كلهم أبح هذا جمله يعني أبح يعني شيل شيل أبح شيل ابوي هناك غصه لقيت من ابو عمو ها كان ومان كان يا مكاني يا دين الزم أكلة كوسة بتنجان محاشي كاني وماني كاني وماني احنا عاد عندنا أكيد المصريين كلهم يعرفوها بس ليش تحكي كان وماني بس لا للمعرفة احنا عندنا في غزة بنحكيها بس ما بنحكيهاش بنفس هذه الكلمة كان وماني عندنا كثير حكي يعني مثلا هنا زمان كانوا يحكوها كان وماني كان وماني رومانية خلص مش عارفين احكيها لبن وعسل هاي أكل عندهم زمان اسمها كان لبن وعسل لبن وعسل لبن وعسل هاي أكل كانت مشهورة عندهم زمان الكان اللي هو اللبن والمن العسل يا عسل من المن أمي من المن من المن ممكن احكي وما هو المن خم ايه خم خد لا مش قم خم خم نام لا هذيك خم نوم احنا بنحكي خم نوم يعني كثير النوم عندنا في غزة بنحكي خم النوم خمو هاي ما حدش حكى لك تساعدني خمو غشو خلع صح غشو انسحبت انا اصلا انا عارفة اجاوب بس انت استعجلت انا اصلا انا اصلا بفريق امي والله انا في ايش رايك قلنا الفيديو الجاي مين اللي مشارك انا حلو انس ولا امبارا مش بنتكلم فيه اليوم يلا برضو انا غلبك الفيديو الجاي ايش رايكو اكتبوا لنا تعليقات لو كان في كميه صعيد نعمل لهجه الصعيديه طلبوا الامثال المصريه كمان بس نشوف بناء على طلب عدد المشاهدات ايش يعني صعد صعد لا حديد سهروا ده سهروا سهروا
سخر سخر سهروا سهروا انصهار وتجمد شكله انس مش عارف ايش يعني سهروا باللغه العربيه انصهار وتجمد اخذ سهر الاثنين سهر هذيك نسيب سهرنا الحديث هذيك يعني سهرنا نفس المعنى يا انس شطور نسيبه يا راجل الحين دور محمد يلا يا عم شعشع سهله شعشع الصبح ايوه شعشع الصباح علينا والله يا محمد بتجيب مين اللي ماكلنا؟ مين اللي مشربنا؟ محمد روح طالع ايش في اخوي انت صح مين اللي ماكلك ومشربك مرة بتحكي ليه؟ انا مرة بتحكي محمد ليه؟ الرزق على الله ترى راضيين يعترفوا مبتريين يلا ليه؟ الغيط الغيط سهلة اخذناها خلصنا المصري القديم يعني مش صعبات كثير منهم صعب هيك وهيك نبدا مع ابوي انا صبط لي لان انا غلبان بواحد دمي ضد كمان وحده يا رب هي دقي فيش عندي هي ايدي لو بتجيبها صح يلا بسم الله انقجي ارجع لمصر القديم انجيجي 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 شخص لا انا عارفاها على فكره متأنت غشيتها من جوال انس شفتها كان انجيجي انجيجي ولا يعني لابس متكتك انجيجي طيب ايش يعني ايش نوع اكل لو جبتها انت بتقطب اكل وشرب اكل كمان لبس اواعي عشان اقرب له اياها عشان ما بيسويهاش في الشارع وهو ماشي معايا اها واحد هو ومرته مثلا ماسك ايدها لما يحطوا ايدهم الاثنين ماسكين مع بعض اليوم انجيجي يلا لحب هذه كانت مقرره هيك يعني هي بدها هات انجيج لي ايدك هيك يا ولد بدي باخذ المقرر وبمشي انجيج بايدك امي سهل يا امي انا هلقيت فايتك انت لا تعادل لا انت رايح منك تنتين انا راحت مني واحده والله بحسب بوك ايه بوك كتير صداع لا صداع ليش جاوبت يا ولد بدي اجاوبها خلص راحت عليك ما شاء الله عليك متطوره كيف عرفتيها؟ مالك شاطره بنتي مصريه طايره بس كنا في المستشفى في ممرض اشارات كان ضايع من خطوط طال هي حكت وين البوك بتاعي وين البوك عشان تعرف طب اسمع هي كانها لين اخذتها وش اسمه عشان ما تسالي شيء اعطيك واحده ثانيه بدلها اعطيها بس انا ضبطها مطرح مطرح مصريين مطرح مكان نحن بنحكي عنه مطرح ايش في ابو البراء مطرح مطروح هالحين لبراء تيجي بتقولها مطرح وكانوا مين تيجي تقول لي صهجلي وهذا براء حسب وضعك انا واحده جبت تنتين براء اثنين مش تنتين والله صعبه هذه براء ايش يعني صداق والله انت حاطط ضدي صداق مش صداق ازداغ ازداغه لا لا اطلع فوق شويه اطلع فوق شويه اطلع فوق شويه شارب شويه خدوده خدود هي الازداغ احنا بغصب نحكيها صح كنا نحكي لما نلعب في سباق نلعب في سباقه ايوه يا راجل ما لك يا بابا نحكي نلعب بسباقه صح سباقه سيارات حمر محمد ايش يعني كوفرتا الكوافير ايش كوافير ايش يا محمد الكوافير اسمها كوفرتا صح كوفرتا احلى كوفرتا حاجه زي بيحكوها حرام كثير بنسمعها غلط برضو حرام مش حرام هي بطانيه الشرشه كبرتايه الصيف بطانيه صح يا بطانيه البطانيه في الشتاء في الصيف يسموها كوفرتا محمد انا كبرتايه انا بسيده ومسكوا على الشيء صيف كبرتايه اسمعها كبرتا الحين اللي ايوه ليه اعطى واحده سهله ايوه سهله هي ما شاء الله يعني بسها لا يا زلمه كسرولا كسروها لا لا ايش كسروا ولا كسروها الرولة ايش انت بغشيش غلط المهم حاجه في المطبخ بغشيش غلط انا حاجه في المطبخ سمعتوا ما بيحكوا فيها بس ليش حاجه في المطبخ كسرولا مصفاية لا مصفاية طنجره حله قربت مرة هي هيك طنجرة صغيرة ولا هي؟ أيوة طنجرة صغيرة بغلو فيها اللبن والحب مرة هي بتغش من مكان لا وفيها اللبن شكة فيك أنا لا مش فاهم أيوة يلا هالحين الأمر إيش يعني كراكون؟ كراكون في الأفلام الأبيض والأسود
الاسود السجن او لا مركز الشرطه. 10 على 10 هذه كلمه اسكندراني. نوا 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 السنه هذه النوا المطر نوا يعني كثير. مش المطر البحر لا على البحر سيجي النوا عادي. احنا ايام معينه في الشتاء شديده الرياح والماء اخر كلمه وخلص. هذه لكم كلكم هو فاهم ما لينو الكوكول. يلا اول واحد يجاوب. اول واحد يجاوب يلا. بلموطي سمك سمك. لا بلموطي اه بلموطي. طب وين هذا اهطل؟ بلموطي بيحكي كثير رغاي. هذا بجمله بيحكي كثير صح عن جد؟ والله لا في غش في غش لا في غش. ايش في غش يا غش بسموها فانقربو هنغري بو فانجر هنغري جهان بوك دوزبان دوزبان مفلس هنغري بو اسمع بدي اغير حاله عارف انقلك هنغري لا او فشار بسموه فانجر لا في سيبك من فانجر بو فانجري انه ايه خلص انا جاوبتها انا جاوبتها وانا في غالبه ام كلاله فاسد. مين اللي مأكلها؟ مين اللي مأكلنا؟ ام كلاله. مين اللي مشربنا؟ ام. مين اللي معيشنا؟ حاتم ابو حاتم ام هان. قبل شوي انت بديش احلف انه في غش في الموضوع وانا اللي جاوبت في الاول وهي غلطت في السؤال وانسحب مني. ما بحبش يخسر. بالخساره. نزلت كثير وحضلني محاربه اسبوع. واسمع وانت اكتبوا لي في التعليقات فيش جزء ثاني صلحوا كمان غير لما ايش كمان يصالحني لازم يصالحني بحاجه كبيره اكتبوا لي بالتعليقات يصالحني مش راضي يحكيني انا بطعمي ولا بشربه ولا اي حاجه انجي يوم العصر بخذك على البحر انجي طلع بيحكوا له باللي مأكله ومشربنا وبيعمل لا مش على اكل لا على الغلو بالاخر بيحكي اكيد في غش لا لا مش على اكل لا لا هيك ضربت انا زعلانه كثير وبدي صلحه كبيره ماليش دخل ومن ناحيه غش انا سكرت ضدي المهم صار بالتعليقات بتقول لك التعليقات ان شاء الله اذا بدكم يعملوا لامثال مصريه او لهجه الصعيدي عشان لسه نتعلم عليهم عشان صعبين اكيد اكتبوا لنا اكيد في التعليقات وايش رايكم في الفيديو ما تنسوا كلكم تضغطوا على زر لايك واشتراك كل الفوق السلام عليكم السلام عليكم